معناها انا نطمئنك ماشي ماشي باش تديه ما تديش، نطمئنك انه الطعم تاعك يدرس يدرس من طرف بلالي شخصيا. 10 سنين وانا ندري والله العظيم غير كيري. لا صادق صادق. شوف عطيت هاني انا اكتشفت صراحه والله ما قلت لهم من الدين. عطيها لي. هاني فيها تصاور هاني في القائمة الثياترية. الله يبقى انا نحب نهنيك بحاجة. امين سلام. انه الطعم تاعك اللي درته سوف يدرس. يدرس من طرف لجنة الطعوم. يترأسها الوالي سيدي الوالي ما نزيدش للدين ندير قائمه احتياطيه وخايف لمن خلي عندك شويه امل خلي عندك شويه امل عندي سيدي براك بالله تشوفها ربي يعني اذا كان تستهل وعندك الحق والله ما نستهلش الوالي والله ما نستهلش والله ما ندور ليه وما نجري ليه اذا كان الحق لك عمي الوالي الله يبقيك صدقني اذا كان تستهل وعندك حق ما يضيعش واذا ما عندكش حق كيف عندي حق عمي الوالي خليني ندرس الملف تاعك نشوف حتى يا بيرسون خليني ندرس الملف تاعك الله يبقى عليك. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.